بسم الله الرحمن الرحيم. ينقضي العام الثالث للاحتلال والغزو السعودي المجرم، ونحن ندخل في العام الرابع لهذه الثورة والعام الرابع بعد الاحتلال. بعد 3 سنوات من الاحتلال والغزو السعودي، تكشف دور قوات وعناصر الاحتلال بشكل جلي وواضح أكثر من أي وقت مضى. ربما كان البعض يشك أو يشكك في دور القوات المحتلة والغازية في ممارسة القمع والجرائم التي طالت المساجد ووصلت إلى الأعراض واستبيحت فيها المنازل والحرمات، وما زالت إلى يومنا هذا يستمر القمع واستباحة المنازل ومعاقبة الأهالي ومحاصرة القرى والمناطق. في هذا العام تكشف دور القوات المحتلة ليس فقط في الانضمام مع عناصر وقوات المرتزقة الخليفية، وإنما في قيادتها. هي من تقيد حملات القمع، وهي من تقيد حملات الاستباحة، وهذا بان بشكل واضح بعد استشهاد الشهيد جعفر. ولذلك نحن في هذا العام نكرر ونؤكد ونتمسك وندعو ونحرض على أن يقاوم الشعب البحراني ليحرر بلده، فما غزي قوم في عقر دارهم إلا دلوا. حق البحرانيين في الحرية وحق البحرانيين في السيادة، أما المعتدون وأما المحتلون فهم مجرمون إرهابيون دخلوا إلى البحرين من غير وجه حق، لا قانونا ولا شرعا ولا عرفا ولا منطقا ولا سياسة. فبالتالي لنا الحق، كل الحق، أن نبذل ما بوسعنا لنحرر أرضنا ولندافع عن أعراضنا ولنحمي مقدساتنا ولنحرر سجناءنا ولنوفر الأمن. السلمية والسلام يفرض بالمقاومة، الأمن والأمان تفرضه المقاومة. الحل مع الإرهاب وفي قباله لا يكون إلا بالمقاومة، فرض الاحترام لا يكون إلا بالمقاومة. تحية إلى كل شباب المقاومة، مرحى للمقاومين، هنيئا لمن يسلك هذا الدرب. سينتصر الوطن بدماء المقاومين أمثال فاتح الخط المقاوم الشهيد أحمد فرحان ومن سار على دربه وفي فلكه من الشهداء الميدانيين. تحية للشباب المطاردين، تحية للثوار الذين نجعلهم تاجا على رؤوسنا، ونعتقد أن بصبرهم وثباتهم ومثابرتهم وصمودهم سينتصر الوطن في يوم من الأيام، وسيتحرر الأسرى، وستحرر البحرين، وسيسقط النظام، وسيندحر الاحتلال بإذن الله. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا.